الحلقة دي برعاية الداعمين على باتريون. لو حابب تطلع على محتوى خاص بينزل للداعمين على باتريون، ولو حابب تكون جزء من الـ Q&A الشهري، فباتريون هو أحسن طريقة. صباح الخير. طبعا الحمد لله زي ما انتوا سامعين الصوت وحش جدا، وده لانه في النقل المايك بتاعي ضاع الحمد لله، وهذا شيء حزين حزين جدا. المايك ده كان المايك الرئيسي اللي انا بستعمله طبعا، اللي هو رود فيديو مايك برو بلس، غير ان هو كان غالي جدا. هو مهم جدا جدا وانا محتاجه جدا الفترة دي، عشان زي ما انتوا عارفين الثانوية قريبة ومش عارف ايه، والواحد رجع تاني للفلو بتاع الفلوجز شوية، فالموضوع سخيف. فلو الصوت وحش اعذروني، بس مفيش في ايدي حاجة تانية للأسف. المهم ايه اللي بيحصل النهاردة، ان شاء الله رايح علشان اتفق على منتج جديد خالص هنعمله ان شاء الله، وهو محافظ بإذن الله. عملت ديزاين لمحفظة ان شاء الله تبقى جامدة جدا بإذن الله. دي كده المحفظة اللي انا عايز اعملها، ده هيبقى كارد هولدر على اليمين، وهيبقى الكروت بتتشد بالايه باللسان ده، وهيبقى في حتة ورا هنا عشان تتحط فيها الفلوس، مش هيبقى في خيطة من فوق، والفلاب دي هتبقى بتقفل على المحفظة. فالتوتل ان هي المفروض وهي مقفولة يبقى شكلها كده hopefully يعني والله. ودي رحلة المحفظة دي. This is a group of young of the youngsters amongst them, and this shows us that those who talk the loudest act the least. المحافظ شيء مهم جدا في حياتنا كرجالة أكتر من البنات يعني. وطبعا بتبقى ده كرسي زوزي بتاع الأكل، وطبعا يعني بتبقى شبه رحلة بحث لينا كرجالة في الحياة، ان انت تدور على المحفظة المثالية. بسم الله. اوكي this will be interesting. انا متراب شوية من الديزاين عشان اللي عامله وما اختبرتوش، فيا رب الحوار يبقى جامد. انا يعني المحفظة انا نفسي اشيلها جدا، بس لسه ما اختبرتش البروتوتايب حتى. Is this it? I think it is. فانا محفظتي اللي انا شايلها دلوقتي حالا هي المحفظة دي. دي كنت جايبها من تركيا، جلد طبيعي حلوة جدا. الميكانيزم اللي فيها اللي هو فيه الكروت او فيه البتاع اللي جوه في النص دي، الكروت بتطلع كده تمام، فبتقدر تختار الكارت اللي انت عايزه بتدخلهم وتمام. مشكلتها ان هي مع الوقت بدأ الميكانيزم ده يكتين كده، وايه وفي بعض الكروت ضاعت مني، كارت النقابه مثلا كل ما اعمله يضيع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا هندسه؟ عامل ايه؟ ازي حالك؟ الميزه فيها برضو ان هي تعتبر مينيمال يعني صغيره كده وبتاع، وايه بيسموها فرونت بوكيت. انا بحب احط المحفظه في الجيب اللي قدام، ما بحبش احطها ورا. مشكلتها ان هي فيها جيوب كتير للكروت ملهاش لازمه، يعني 1 2 مش عارف 3 4 5 6 كل ده كتير قوي. فيها حته من فوق تحط فيها الفلوس، بس الفلوس مش بتتحط ستريت لان هي صغيره، فبضطر برضو ايه اطبق الفلوس واحطها فيها كده. Nice. النسخه البيسك خالص من المحفظه، لو انت مثلا ما بتشيلش فلوس كتير تستعمل كريدت كاردز وبتاع، ممكن تكون حاجه زي دي، باوتش كده صغير بتفتحه تحط فيه الكروت بتاعتك والفلوس كده وتروح قافل. ممكن يبقى معاك فلوس تحطها هنا مثلا، بس مشكله ده ان انت لما بتيجي في محل مثلا وعايز تحاسب بتضطر تطلع الفلوس، ولو هما فلوس كتير مع بعض بتضطر تفتحهم وتقعد تعد ومش عارف ايه. فلو هي لوكشة فلوس زي دي مثلا تبقى أزمة شوية، أزمة سخيفة شوية. أنا قصدي على التقفيل، يعني في حاجات جودتها أحسن من حاجات. قول لي قول لي نعم قول لي هنشوفه ايه اللي أحسن وايه اللي مش أحسن، وأنا معاك في أي حاجة.
وتنفع برضو للبنات اللي بيبقوا عندهم حاجة زي دي عايزين يرموها في الشنطة بتاعتهم، فيها برضو الكروت بتاعتهم، فيها شوية فلوس او ما فيهاش فلوس، فمثلا حاجة زي دي تبقى حلوة جدا، وهي بالفعل حلوة جدا لمراتي مثلا. انا قصدي مثلا دي يعني مثلا دي واصلة لحد الخياطة بس هنا متسنطرة. انت ضغيق جدا بطريقة زيادة زوم، وبعدين لا اكتر من كده كمان يعني. وبعدين ما زي ما اقولك المسافات دي هي بتتقطع لا دي يعني دي مثلا دي دي اسطمبة مع الوقت الاسلحة دي ممكن بتتلوح شوية تمام. يعني دي مثلا شايف دي واسعة اوي ودي ضيقة ف يعني هما الاثنين دول زي بعض بالظبط. هي نفس الاسطمبة تمام. دي سكين بتقطع بيها. انت قصدك ان السكينة نفسها ممكن مع وطر الشغل بتغير شوية. هو الـ الـ النعومة بتاعت او الانسيابية بتاعتها معتبرة في الحاجات دي ولا دي برضو متحكم دي مواصفة تمام. مواصفة ده السكنس والسخاوة وتشريب مواصفات. المحفظة اللي انا بعملها انا بحاول ادمج ما بين ان هي تبقى مينيمال كفاية ان هي تشيل الكروت والفلوس، وفي نفس الوقت ما تبقاش مبالغ فيها زي المحافظ التقليدية اللي هي بتاعة الأبهات مثلا وبتاع اللي تبقى بتشيل فلوس وكروت ومش عارف ايه. فبحاول اوصل للموازنة بتاعة المينيماليزم وفي نفس الوقت تبقى فانكشنال وتبقى لحد زي مثلا بيشيل كاش، مش اللي هو مثلا ما بشيلش فلوس خالص معايا، لا لازم يبقى معايا شوية كاش لانه مش كل الناس بتقبل الكريدت كاردز وبتاع، وفي نفس الوقت مثلا من 3 ل 7 كروت مثلا. القطعة اللي هي رقم 3 اللي عندك دي مش كانها دي مش دي 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 اللي هي الكفر اللي هي بالظبط بس، واللي هي القطعة 1 و2 اللي هي دي تمام اوكي. فاحنا جينا خيطناها اهو، خيطنا دي الاول مع الشمال لوحدها، خيطنا دول كده مع بعض كده ايوه مع بعض من على الشمال، وهي دول جماعه مع بعض كده من هنا ومن هنا عشان يبقى الحاجه واحده مظبوط. لا من هنا الاول يعني من هنا الاول دي ودي من هنا كده، ما انت هترجع تخيط هنا تاني من تحت الرغد بس ايوه الرغد الاول بالظبط، هتخيط على الشمال الاول وبعد كده لما تحطها على الظهر ايوه هتروح جايب من اليمين وتحت بالظبط بس بحيث ان الفلوس تبقى بتتزحلق ورا هنا بالظبط تمام. بس وطبعا هي الفلوس لا الفلوس هنا من هنا ايوه ما هو هنا وهنا كارت. لا انا مش قصدي على دي، انا قصدي ان في فتحه من فوق برضو يعني احنا ما خيطناش من فوق كده اصلا، فانت طبعا. فانت لو شديت دي برضو الفلوس هتبقى باين بالظبط تمام بس فالفلوس هتتحط من الطباله لان هي برضو صغيره بالظبط، وهيبقى طالع الحته الصغيره منها اللي ايه اللي معموله من فوق دي بس، وهتروح جايب دي قافلها. طيب انا بشوف انه الواحد الافريج كروت اللي معاك بتبقى 7، البطاقه الرخصه الثانيه ومثلا كارت او 2 كريدت كارد، ممكن بقى كارت نادي مش عارف ايه خرط، ما بين 5-7 اي ثينك ان ده بيرفكت. وانا عايز برضو ان البتاعة تكون صغيره كفايه ان هي هي طبعا هي طبعا ما يحط فيها ما يقعش عشان عامله كده متطبقه بالظبط، والكارت في نفس الوقت لما تحط كروت انت ممكن تبقى واسعه بحيث يوقعوا وممكن تبقى ضيقه بحيث ما ياخدش غير 2 مثلا، فانا عايز مثلا 5 كروت تكفي جوه. هي ممكن مثلا زيك قصدك بتوسع ممكن، ما هي لو بتوسع هيوقعوا برضه، فانا عايز اعتمد على مسكه الجلد نفسه ان هي توسع مع الوقت لوحدها فاهمني، ان الجلد لما يريح على حسب استخدامك اكيد احط فيها كروتك يعني مره يعني اذا عندها مثلا 10 كروت ودول مش دايما مش دايما النادي ومش عارف ايه وحاجات كده حاجات وبطاقه وكلام من ده، فدول مقطوعه ايوه اللي ده مش طول الوقت بالظبط، فمش تيجي فيهم مثلا يبقى واحد بس مش ممكن ايوه، فهي هي طبعا هتتاقلم عليها ايوه طبعا عليهم. دي كانت اول حلقه في السيريز بتاعت المحفظه، ممكن يبقوا فيديوهين او 3 حسب هستلم امتى المحفظه ان شاء الله، فقلت اخدكم معايا في الرحله وتشوفوا الخطوات بتاعت لما الواحد يفكر في منتج ويكون عايز يعمله والتحديات بقى اللي بيمر بيها والمغامره كامله والرحله كلها يعني. فدي كانت اول حلقه وان شاء الله اشوفكم في الحلقه الثانيه. ازيك محمد؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. حازم ويوتيوبر وعايز اطلع في اليوتيوب في ممكن؟
انت بتصور؟ اه انت بتتابع مين على اليوتيوب؟ المصريين ولا بتعمل حاجات جيمنج؟ جيمنج اه اما حاسس في السياسه ملوش.